السلام عليكم ومرحبا بكم. قبل ما نبداو كالعادة نصلو كامل على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أنا اسمي ملاك، على بالي باللي اليوم قصتي راهي رايحة تقيس فئة معينة. نقول لك يا اختي في الله اهضريها بكل ثقة وقولي باللي أنا بنت الزبال. هاد الاسم مشي أنا اللي درته في روحي، سموني به الناس، منهم جيراني وناس داري واللي راكم رايحين تزيدوا تعرفوا واش صرالي على جال هاد الكلمة الوحيدة. أنا كنت المازوزية نتاع الدار، بنت بابا العزيز نور عينية حبيب قلبي، والكلمات الشابين كامل اللي نقدر نوصفوا بهم ما همش رايحين يوفيوا الحق نتاعو. المهم هو كان معيشنا الحرية وموفرنا أي حاجة نحتاجوها، والحرية نتاعنا كانت مطلقة ومقيدة بحاجة يسموها الثقة والتربية الصالحة. احنا كنا ساكنين في واحد الحومة شعبية وكانوا مرتاحين شوية ماديا، مي كنا احنا يا قد قد. بابا حنوني كان موفرنا كل حاجة نتمنوها، انا لحقت للباك ونشفالو كي شغل راهو صاري اليوم، الصغاري دايرين حالة في الدار، وبابا دخل جوايه الربعة ونص نتاع العشية من العمل نتاعو. رحت نجري ليه وعنقته وقلت له بابا جبت الباك بابا، هو قال لي بعدي يا بنتي خليني نبدل حوايجي راهي الريحة تسرع وندوش. قلت له لا لا بابا راني فرحانة راني فرحانة، وهو مسكين من فرحته هو اللي يرفد فيا ويدور فيا في الصحين هذاك نتاعنا. المهم سعادة ما توصفش، كامل فرحوا بيا لأنه كنت أنا أول وحدة نجيب الباك نتاعي. صح كانوا عندي خاوتي وخياتي يقراو، مي بصح كامل ما توفقوش في دراستهم. احنا في عوايدنا ما كاش هذيك نتاع نديرو الحفلة ومنا عادي، جبت الباك نفرحو ونديرو حاجة حلوة في الدار ونبعثو زعما الجيران قرعة غازوز. هذا ما كان، اصلا حالتنا الماديه ما كانتش تسمح لنا باش نكبروا ونطوروا من الحاله. انا في هذاك النهار ومعلي الكامل وانا ميته بالفرحه، وجدت الفطور والعشاء في نفس الوقت، وماما مسكينه فرحانه بيا قالت لي اول مره تدخلي الكوزينه وتطيبي وقيل هذا من الفرحه. قلت لها ايه هاكي تعرفيني ماما، على بالك كي نكون فرحانه ندير لك واش تحبي. هي كانت شويه مزيره ومن النوع اللي ما تحبش هذوك العلاقات. من بعد خزرت وقعدت غير تضحك علي وقالت لي ايه دكتور راح تقراي في الجامعه يا بنتي، يقولوا بلي الماكله نتاعهم ماشي مليحه، اما لا غير تعلمي طيبي وحدك وما كان لها تجيبيها غير كاسكروطات حتى ماكله برا تضر لك كرشك. وانا نقصر مع ماما في الكوزينه حتى يدخل بابا وقعد غير يتبسم، وتاني قال لي واش بنتي كش ما نجيب لك. قلت له ما تجيب لي والو يا بابا، انت راك هديه من عند ربي سبحانه. كان يموت عليا، قال لي لا لا ما كاش كاع كيفاش، راكي جبتي الباك نتاعك نتهلاو فيك كامل باش زيدي تكملي، وانت راكي اول وحده فرحتيني يا بنتي. وهذه حاجه عاديه غير ما تتخلعوش، لاخاطش يما وبابا كانوا يشوفوني دائما انا المازوزيه ومازالني صغيره، يعني يرفدوني يلعبوا معايا عادي. المهم الحق الوقت باش نروح ونسجل، وتخصصت في الشيء اللي كنت حابته من اللي كنت صغيره. بعد مرور 3 سنوات وانا نقرا في الجامعه الحمد لله، عام يجيب عام وانا يا كل ما نروح نقرا نزيد نتحفز كتر كتر باش نكمل دراستي. جبت لا ليسونس نتاعي الحمد لله، كيما قلت لكم بابا كان دائما حنين معايا ويجي لي حتى لافاك، وانا عمري ويلا حشمت به. بصح الشيء اللي دائما يخلي قلبي يوجع هي النظرات نتاع الناس. في الاول ما كان يبان والو، يعني ما كانوش يعايرون يوقع، مي بصح كي بديت نكبر وليت نتحسس كتر وكتر. واحد الخطرة كان جالية باللبسة نتاعو هاديك، ويا سبحان الله هو يخدم في الجزائر العاصمة في عدة مناطق، ما عندوش بلاصة معينة برك يخدم فيها. وشاءت صدف انه بابا يتلاقى معايا في الجامعة، ولا نقولكم قريب للجامعة، وانا يا كنت مع اصدقائي يعني حتى زميلاتي اللي يحبوني بزاف بزاف. مي تما نكشف القناع على بزاف بزاف حبابات كنت دايرتهم كي شغل خياتي. هو كي شافني هكذاك بيان سور جاليا، وانا ما نحشمتش به، شديته من يدو سلمت عليه، عطاني المكتوب اللي كتب ربي في يدي دراهم. رحت باش هكا ندخل بيتزيريا نشريك شما ناكل، وتماك صاحبتي كانت معايا قالت لي حبيت نسقسيك مالك. قلت لها خير الخير، قالت لي هذاك باباك؟ قلت لها ايه علاش؟ قالت لي سمحي لي جامي قلتي لنا بلي يخدم، وسكتت. قلت لها علاش كمليها،
يخدم في النظافة، ينظف في الزبل نتاعكم. أنا تقلقت خلاص، عينيا قريب راهم رايحين يدمعوا. بصح كانت عندي شخصية قوية، جاوبتها شوية هكذاك. شريت الماكلة درها لي في صاشي وشديتها. قعدنا فوق الكراسة اللي كانوا في واحد الجردة قريبة للجامعة. قعدوا قدامي حباباتي وشفتهم باللي دناو عليا، ووحدة فيهم نطقت قالت لي غسلتي يديك؟ قلت لها بيان سور يا اخي، دائما نغسلوا يدينا قبل ما ناكلوا. ولا عندك قصد واحد اخر؟ انا كنت فاهمه كاع الكلام نتاعهم، مي بصح هما كانوا بيكيو فيا بالعاني باش يحطموني. اصلا هما من داش حالي غيروا من معدلاتي باش نقرا اخر منهم. وشحال من خطره يجوا ليا يحبوا يداصروني هكذا باش نوري لهم، وانا جامي بخلتهم. مي بصح جامي درت في بالي باللي هادو الصديقات هما بذات نفسهم راهم رايحين يولوا يعايروني بالمهنة نتاع بابا. المهم مرت الأيام، شفتهم باللي جبدوا عليا بزاف، ووحدة فيهم اللي كانت صديقتي المقربة تحكي لي كامل أسرارها، وأنا تانيك هي كانت من عائلة غنية، أما أنا كنت ميسورة الحال. وديتها شحال من خطرة لدارنا وشفت حوالي. بعد ما اكتشفوا باللي بابا يخدم في هذاك العمل ولو ما يحبوش يداصروني بزاف، لخدش أنا وليت حساسة، وكل ما يهضروا لي كلمة نحس باللي راهم يمعنيوا عليا. وصح ما نخبوش على بعضانا، كانت عندي وحدة صديقة واحدة ووحيدة، كانت دايما تجي تقول لي باللي ضلوا يمنشروا فيك ويقولوا هذيك بنت الزبال حاسبة روحها الفوق الفوق، وهي شوفي كيفاش راهي. المهم حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. وصاحبتي هذه ما نقدرش نقولكم عليها بلي كانت تدير الفتنه ولا، بالعكس نحات لي الاقنعه على قداه طفله كنت دايرتها كشغل اختي اللي ما ولدتهاليش يما، ندخلها لداري ونوكلها ملحي. مي بصح هي في ظهري تهتر العجائب، وانا يا ما حبيتش نامن حبيبتي في الاول. واحد النهار كان جابت لي تسجيل صوتي واش كانوا يقصروا عليا، وتماك خلاص درت عليهم كرواروش كامل اباغ هذه حبيبتي اللي قعدت دايرتها صديقتي، حتى وين جا الوقت اللي هي تاني كتصنفت معاهم. هي صديقة وفي نفس الوقت لوستي، لأنه خوها واحد الخطرة كانت لقى بيها وبيا في الطريق. من بعد قعد يهدر معانا ويقصر كيفاش أحوالكم وش راكم تقرأ والتخصص، بدأ يخلطنا فيها، وأنا يا خزرت فيه بنظرات نتاع إعجاب بس كيبان باللي الله يبارك طويل عريض زين، المهم أعجبني وخلاص. مع مرور الوقت هو ولا يقول لها باللي هذيك حبيبتك مخطوبة ولا لا لا، هي قالت له لا لا وحكات له. الحمد لله هو قصد الحلال، جاب يماه وباباه وصاحبتي هذه خطبوني، تمت خطوبتي وزواجي معاه. وانا كنت ضد فكرة اني نخدم ولا نكمل دراسة، دايما كنت نقول لماما وبابا باللي راهو جاي نهار وين نحبس كامل هاد المهزلة. بابا مسكين يشد ويقول لي ايه يا بنتي ما تزيديش تقولي على القراية نتاعك كيما هاك، على بالكي انا كيما قريتش شوفي كيفاش راني نخدم، وشوفي نظرات الناس اللي يعاملوني باحتقار كبير. المهم هو تانك مسكين كان يتحسس بزاف بزاف، وهذا كامل بسبب الناس المريضة. تم زواجي مع مراد. مع الاول انا يا كنت نحب وكبر الحب نتاعي نهار بعد نهار، وزادت كملت فرحتنا نهار جبت ثمرة حبنا انا وياه وائل ربي خليه لينا. حتى عجوزتي الواساتي ومنهم صديقتي هذه فرحانين كامل. درنا له عرس، هو شن نقول لكم 7 ايام و7 ليالي، عرضوا كامل الفاميليا نتاعهم. مي بالصح ما كدبش عليكم، انا في الاول ما حبيتش نصارح بالمهنة نتاع بابا، لخدش كنت مندعورة من كامل واش صرالي مع صحاباتي وحتى بنات وولاد حومتي اللي كنا نسكنوا في نفس الحي. بابا كان يقول لي نورمال تحبي تهدري تحبي ما تهدريش، انا هذه الحاجه ما نحشمش بها. في الاول انا ما هدرت والو، مي بصح هذه صديقتي كانت تعرف وقالت لي هذه الحاجه ما تنحشميش بها، بالعكس خدام الرجال راهو سيدهم، وباباك الله يبارك عليه تربيه واخلاق ومن المسجد ما يخرج. قلت لها ايه هذا في نظرك انتيا، بصح تخافي غدوه من غدوه كاش ما حتى هما يولوا يعايروني. خلاص ولات عندي عقده نفسيه من الكلام تاع الناس. صداقتي معاها قعدت حتى مور زواجي، مي بصح ما على باليش باللي اخبث منها مكاش، لانه هي
كانت حكات كل شي ليماها وخياتها، وقع باللي بابا يخدم زبال حشاكم بهاد الكلمة. ما تلومونيش كي راني نهدر كيما هاك، لا غالب راني نجيب لكم وش الناس يشوفوا بابا وكيفاش يلقبوه. اما حاجة واحدة اخرى، ما ننكروش باللي كاين ناس الله يبارك مربيين ويحترموا بابا، وبين قوسين راني نهدر على الناس السيئة اللي تلاقيت بهم في حياتي. ناس داري للأسف الشديد بعد ما جبت اول ولد ليا خلاص انقلبوا كامل. سيت باش نقول لكم باللي انا تزوجت في وسط العائلة، يعني في الدوكس الكوزينة هذه كنت دايما نخدم شغلي وكل حاجة سوا سوا. واحد المرة دخلت عجوزتي شافتني في واحد الحالة تعبانة، قالت لي وجهك راه صفر غير الخير يا بنتي. قلت لها والله ما على بالي، وقيلة قبضتني الانيمي علاج الحمل هذاك الاول نتاعي. قلت لها انا عيطت لبابا دوك يجيب لي الدواء. قالت لي علاش تعيطي لباباك، قولي لراجلك يديك، علاش تشقيه من طرف الدنيا وبالك راه خدام وليلم في الزبل. وتم انا خلاص وليت نرعش، وهذيك الكلمه الاخيره جاتني كي شغل صدمه على روحي. قلت كيفاش الحاله راهي سر برك، شكون اللي قال لها باللي بابا يخدم هكا؟ هاو باين صاحبتي الغداره اللي كنت دايرتها كي شغل اختي ونحكي لها كامل اسراري. المهم رحت لشومبرتي والدموع على خدي، ما عرفتش كاع كيفاش راني رايحه يجي راجلي عشيه ونقول له. قلت نخليها في ستر وندير روحي كي شغل ما سمعتش. نزيد نحكي لكم هادي، واحد الخطره كنت نطيب في العشاء، من بعد جا عندي بابا وكان جاب لي واحد الصوالح بحثتهم لي يما، حوايج هكذا كانوا عندي انا وصيتها عليهم. عند الدخله نتاع الباب عجوزتي حطت يدها في نيفها وراحت مباشره لغرفتها ولعبتها كي شغل ما شافتوش اصلا، وهي شافته وعرفته باللي بابا. شديت عليها انا هذيك الساشي عند الباب، قلت له بابا جوز كش ما تاكل؟ قال لي لا يا بنتي راني مزروب، ما كيش تشوفي فيا بحوايج الخدمه. قلت له معليش ربي سهل. سلمت عليه ودخلت للكوزينه. الصاشي هذيك بقيت نفركت فيها، لقيت يما ربي يحفظها ويخليها لي دارت لي باطا معمره بالكارانطيطه، حطيتها في طبسيله خاطش كانت سخونه، انا على بالها بلي نموت عليها من تحت يديها. على هذا كانت بعثتها لي، وكي قلت لها راه وجهي صفر وراني ندوخ، هي تحسبت لها راني نتوحم للمره الثانيه. ربي يخليها لي ان شاء الله تاج فوق راسي، علاش يقول لك مكاش كيما الام والاب. حطيتها كيما قلت لكم في طبسي وبديت ناكل. هيا شويه هكذاك دخلت عجوزتي، وقفت عند الباب ودارت يدها اليمنى ويدها اليسرى فوق الخصر نتاعها، وقالت لي ايه الله يبارك راهي تلحقك الماكله سخونه. من بعد قلت لها ولا غير يما يكثر خيرها، بحثت لي شويه كارانطيط على بالها بلي نحبها. عجوزتي دخلت للكوزينه ووقفت قدام البوطاجي وقعدت بعينيها تفيريفي واش طيبت واش درت واش خصت الماعن ولا لا، دائما ديرها هكذاك طبيعه فيها، انا ما نحبش نعاندها. من بعد قلت لها جوزي يما روحي تاكلي معايا. قالت لي لا راني شبعانه، كولي بصحتك بالك راكي صحتي توحمي. قلت لها والله ما على بالي، المهم كاش خبر راني نقول لك. قالت لي ايه. خرجت ومن بعد موراها سوا دخلت لوستي. قالت لي اسمعي راكي زعفانه من يما. قلت لها علاش نزعف منها؟ قالت لي جست اللي دارته مقبل شفتها من الطاقه. ايه قلت لها الله غالب هذه هي حات اللي ما يشتش السر. من بعد هي شافت فيا وقالت لي وش بيك هذا تعمري في قلبك واي حاجه تصرات واللي تحصلي باللي حنا رانا نعايرو فيك، علاش راكي موسوسه؟ خزرت فيها وقلت لها بصح هاد الحاجه ماشي قلتي لي خليها ما بيناتنا، علاش خبرتي يماك؟ قالت لي نورمال ما فيها والو، يما الله يبارك عليها ما عندها ما راهي رايحه دير لك، والجاست اللي دارته مقبيل حشاكم وحش قدركم شمت ريحه صبابط ماشي على جال باباك. مهم قعدت تدور لي في الباج باش انا زعما ندير في بالي باللي ما راهيش عليا، مي انا راني متاكده ونعرف مليح طبيعهم كيفاش دايرين. في هذاك النهار قررت اني نحكي لراجلي على المهنه الحقيقيه تاع بابا، لاخاطش هو كي سقساني اول مره كنت قلت له باللي يخدم حارس بلدي، ما خبرتوش لي ديطاي مليح، اصلا هو من النوع اللي ما يحبش يفهم ولا يستفسر، وجامي جات الصدفه باش يتلاقى مع بابا بحوايجه ولا. وحتى في دارنا كنت وصيتهم كاع ما يهدروش، وانا كي راني عارفه باللي راجلي ما يحبش التنقريش والمشاكل جامي نعمر له قلبه بواش راهو
يسرى مع عجوزتي وحتى الواساتي الاخرين اللي ما كانوش متزوجات. واحد الخطره خرجت من شمبرتي عادي، دوشت لبست واحد البيجاما مستوره، دخلت للكوزينه نغسل الماعن وندير الشغل كيما العاده والعوايد. دخلت لوستي صغيره قالت لي حبيت نسقسيك، صح بابا كيخدم زبال؟ شفت فيها وانا نرش على في وفي عينيا، بلقتهم فيها وقلت لها علاش راكي تهدري هاد الكلام، ماشي هكا يسميوهم. قالت لي لا لا راني نسقسي برك. هي هذه لوستي صغيره كان في عمرها 11 سنه، صغيره امي بصح كامام راهي تعرف، وهذه ماهيش كلمه تجي وتخاطبني بها. قلت لها انتيا ما راكيش متربيه، لو كان جيتي متربيه صح ما تقوليش على بابا كيما هكذا، وغدوه من غدوه بالك تطيح بك انتيا ولا حتى باباك ويخدم هاد الخدمه عادي، مهم راهي شريفه. خزرت فيا وبقات تبكي، راحت تجري عند عجوزتي وقالت لها شوفي واش قالت لي. من بعد يماها اللي هي عجوزتي دخلت ليا وقالت لي سمحت كمل الحديث نتاعك، وحبيت نقول لك باللي انت اللي ماشي متربيه يا واحد المعفنه يا اللي ما تسوايش. المهم عايرتني حتى شبعت، وفي اخر المطاف ختمتها بواحد الكلمه طيحت النص مني. قالت لي باللي انت دخلتي بالتحريمات لهذا الدار، لعبتيها باللي زعما باباك يخدم حاجه وهو فينالمو يلقط غير الفضله والزبل نتاع الناس حشاكم. بهذه الكلمه انا عميه على بالي راح تستغربوا وتقولوا هل ترى كاين ناس كيما هاك؟ قولكم بيان سور كاين، وكاين اكثر واعظم. انا دخلت لغرفتي وقعدت غير نبكي نبكي. من بعد جاتني الدوخه ما عرفتش كيفاش، تكيت في السرير نتاعي ورقت، ومن الزعاف هذاك ما جبتش الخبر لروحي. ولدي قعد غير يبكي مسكين وهو في بنكو يتخبط من جهه لجهه. من بعد الفطنه اللي جاتني جوي 11 تاع النهار رضعته وبدلت له وحطيته قدامي، عنقته فوق بنكي وقعدت نبكي له ونهضر معاه ونقول له شوف يا وليدي شوف جدك كيفاش راهم يعايروا فيه، وانا اللي راني نخلص هذا كامل لاخاطش يخدم خدمه شريفه وينقي لهم الفوحه نتاعهم. المهم كيما هاك بديت نخاطب فيه ونتكلم معاه. مع العشيه كي دخل راجلي، هذيك هي القطره اللي كانت فيضت الكاس، قعدت نستنى فيه بفارغ الصبر. حكيت له كاع واش كانت هضرت يماه، وهو ما امنيش قال لي ما كاش منها، وزيد صح باباك يخدم كيما هاك؟ قلت له ايه. من بعد هو شاف فيا وقال لي علاش ما قلتيليش، علاش ما صارحتينيش؟ وبقى يتكلم معايا باسلوب حسيتو بلي عافني ولا. خرج لعندي يماه وبقى يتكلم معاها، اسك يعني صح عايرتوها ولا لا؟ لا مي بصح هي نكرت كذبت عليه في كلش، وقالت له محال نعاير باباها، علاش يا اخي هذه خدمه وحاجه نورمال، وزيد هي اللي عايرت اختك الصغيره وقالت لها انت ماشي متربيه. هو تخلي ضربني قتلني، قال لي هذيك الطفله الصغيره عزيزه علينا كامل في العائله، وزيد راهي مريضه بالكونسير بعيد الشر عليكم. هاد الحاجه ما كنتش انا نعرفها والله، كنت على بالي بها ما نجاوبهاش اصلا، خليها تهدر وحدها وحدها وتسكت وتروح. مي بصح هو كي قال لي كشغل شوكاني فوق الضرب هذا كامل ما جبتش الخبر، هو يضرب وانا نسب ونعاير ونسوغ. شويه هكذا كدخل بابا لاني كنت عيطت له في التليفون وقلت له روح ديني ما نزيدش نعيش معاهم لحظه واحده، وحكيت له واش صرا وانا نبكي بالشهقه، وهو يقول لي الصبر يا بنتي دوك شويه نكمل الخدمه ونجي لك. هو كي جا مباشره من الخدمه ما راح للدار ما دوش والو، جا هكذاك اصلا ما كانش ينحشم بملابسه ولا بخدمته، نحى غير هذاك اللي غسل يديه وجا عندي قال لي يلا يا بنتي يلا تروحي. رفد لي الكابا ما بين يديه. من بعد عجوزتي خرجت وكي العاده دايره يديها فوق نيفها، وخرجوا الواساتي كامل دايرين نفس الجاست. انا الحاجه اللي غاضتني ماشي انا ولا قلبي تزعزع، والفتهم والفت كلامهم. غاضني بزاف بابا كي شاف هذاك الجاس، وزادت كملت عليها لوستي هذيك الصغيره جابت حاشاكم لابوبال نتاعهم وحطتها عند الباب وقالت له عمو عمو هذه هي لابوبال هاك. المهم هو رفدها بلا حشمه وقال لها هذه خدمتي يا بنتي معليش يعطيك الصحه اللي جبتيها لي حتى لعندي. من بعد هي قعدت غير تضحك ودارت يدها على فمها ودخلت للغرفه، وعجوزتي زعما قعدت تدخل فيها وتصقيع عليها غير قدامنا برك، هي ما كاين والو بالعكس. هما كانوا يفرحوا وتحلالهم كي يهضروا معايا بهذيك الطريقه، ما على باليش واش يحسوا. انا خرجت وزعفانه بزاف، وانا طالعه في الطوموبيل نتاع بابا كان قال لي ما تقلقش
القشرة حكي يا بنتي، هاي الخدمة هذه جابت لنا غير صداع نتاع الراس. الحمد لله راني قريب ندي لانتريت ونولي نخلص. وقاعد في الدار، رحت لدارنا وانا حزينة، عنقت ماما وقعدت غير نبكي لها ونشتكي لها. خزرت فيا وتنهدت تنهيدة طويلة، قالت لي بنتي نقول لك حاجة، اطلقي من عنده وقعدي هنا عايشة معانا، هاد العائلة والله ما ينحشموا على عرضهم، يعايروا فيك باباك، ايه ربي ان شاء الله يتولاهم. قعدنا غير ندعو عليهم بالشر، وانا البكا تاعي ما بغاش يحبس. وتماك كانت قوات عليا الدوخة والفشلة، هي شكيت بلي انا راني حاملة، وقلت لماما وقيل الكلام نتاعك صح. قالت لي دوك نبعث خوك صغير يروح يشري لك تاست، بعثته الفرماسيا نط الصباح ودرتو، او ثماك زدت لقيت رزق الله كثر عليا، جاني ولد واحد اخر بعد ولدي الاول. المهم تربية هاد على هذاك، وتعرفوها كيفاش دايرة. وانا طول مدة حملي وانا قاعدة في دارنا، راجلي ما جا ما سقسى ما حوس ما در حتى حاجة، ويما دايما تقول لي بلي نروحو نديرو الخلع وتهني منه، وعلاش راهو رابطك هاد الشهور كامل؟ وانا يا دايما كان عندي امل باش نعاود نولي لداري، لخاطش راجلي هو صح كان يحبني ويموت عليا، مي الغالب عجوزتي مأثر عليه، عقليتهم نرجسية بكل معنى الكلمة. انا صح كنت دايره نيف طول هذيك المده، ما حبيتش نعيط له، مي بصح كي ولدت هاكو تعرفوا المصاريف الحليب ليكوش، وليت نعيط له في البورطابل، هو مرات يكون مغلوق مرات يكوبي عليا، مي في اخر المطاف رفد. وليت نجوز له ولده الكبير يهضر معاه باش هكذا على الاقل يحن قلبه، وصح هذاك اللي كان دائما يهضر معاه باسلوب مليح ويقول له توحشتك ولدي واش نجيب لك الحلوى. واحد الخطره كان جا للدار جاب لي باكي كبير تاع ليكوش وتانيك 5 بايض نتاع الحليب الكبير، وقال لي بلي كاش ما يخصك نجيب لك. من بعد تماك حكموا بابا، قال له كيفاش هذا واش يخصها، الا راك حاب تطلقها روح لدار الشرع وصاي، والا راك حاب تكمل مع مرتك اروح ديها وربوا ولادكم في جو عائلي، علاش راكم ديروا كيما هاك، واش من السبب اللي خلاتك تبعد على بنتي هاد المده كامل. هو جبدو للطرف وقعد يقولو راك تعرف هضرة النساء، انا والله ما نعمل راسي بيهم. ميما قالت لي بلي الا راك حاب تخرج من هاد الدار روح كري ودبر راسك، وانا ما رانيش طايق على الكرة، حبيت نشري دار ولا نبني فوق دارنا. مي بابا كان قالو دبر راسك شوف الحاجة اللي تخرج عليك. المهم كي شاف بابا كيما هاك داك وزاد عرف عقليته مليح مليح، خلاص عاود حن قلبو بزاف بزاف عليا، دايما ولا يعيط لي في التليفون. مي ما حبش يرجعني لهذيك الدار، قال لي مستحيل عبالي بلي نوضو غير المشاكل راني نعرفها يما. انا بعد ما قعدت نصلي في الاستخارة كي قفلت الربعين هو رضا وجل عندي، قال لي يلا وجدي روحك. انا فرحت بزاف، قلت له الدار هذيك ما نولي لهاش، تعيش نسلم لك على رجليك غير هذي اللي ما رانيش قابلة بها. قال لي شكون قال لك حنديك لهذيك الدار؟ كان كرالي في واحد البلاصة بعيدة شوية على دارهم، وقال لي في المدة هذي راني رايح نشري واحد البارتما في البلاد بعيده بزاف بزاف على الولايه نتاعنا، مي بصح الله غالب لقاها بون بري، وقال لي فيرسيت عليها. قلت له واش عليه، هات برك نخرج من الميزيريه اللي راني فيها مع يماك وخياتك. المهم عشنا في دار الكرا هذيك مده 6 شهور، وفي هذيك 6 شهور الشي اللي كان يهدر لي فيه راجلي على ناسي ما راكمش رايحين تتخيلوه. واحد الخطره كان دخل من الخدمه نتاعو وسمعهم كامل كانوا مجمعين في الكوزينه يتكلموا عليا بواحد الاسلوب ما تتخيلوش، على بالكم واش قالوا؟ قالوا بلي هذيك بنت الزبال وحصلت فينا روحها هنايا، نورمالمون تروح تعيش مع الزبالين اللي كيما هي. راجلي كي قالها لي ما امنتوش، مي قلت له حسبي الله فيهم واش راح نقول لك. انا وليت غير نبكي نبكي. من بعد هو حضني ليه وقال لي بلي ما تقلقيش صاي اخي رانا بعدنا عليهم وعلى مشاكلهم، دوك راني رايح نسافر بك الولايه بعيده وتتهني كامل. فرحت بزاف بزاف، بديت نربي في وليداتي والحمد لله. واحد الخطره قلت له نخرج نخدم ونعاونك، مي هو ما حبش، قال لي جامي خلاص هاي التي غير بهاد الولاد. والحمد لله في الوقت الحالي رحلنا لدارنا جديدة وراني عايشة وحد المعيشة، واش نقولكم واش نخلي لكم، راجلي مقادرني يحبني. ومؤخرا زدت سمعت باللي عجوزتي عندها مرض السرطان بعيد الشر، هو كان عندهم وراثي،
ربي ان شاء الله يشفيها. هي صح اذتني بالكلام بزاف بزاف، وحتى العائله نتاعها خياتها وبنات خياتها كي يجوا يضيفوا يعاملوني باحتقار، وهاد الحاجه لاحظتها كي نتلاقى بهم في العراس والمناسبات. مي انا ما رانيش معمره بهم راسي اصلا، شخصيتي قويه بزاف، وزادت تقوات من اللي سكنت وحدي وراني نربي في ولادي. وفي الوقت الحالي بابا خلاص ادى التقاعد نتاعو وراهو عايش مع يما، وزادت اختي تزوجت، ومرة على مرة نعيط لها ونقعدوا غير نضحكوا على الصغر وواش صرا بكي. هي صح هاد الكلمة ما راهيش سهلة، تقهر بابا اكتر منا، مي هو جامي بين لنا دايما يقول لنا هذا راهي خدمتي وراني مكبركم باللقمة الحلالية. الحمد لله يا ربي انا مع مرور الوقت وليت نقول بابا سيد الرجالة، هو بابا جامي ولا دار الحرام، هو كان يحبنا وانا معززني لوحد الدرجة ما تتخيلوهاش. ومن هاد المنبر ندير له تحية كبيرة كبيرة كبيرة، ونقول له بلي نحبك يا أجمل أب في الكون، وقد ما نهدر لك ونشكرك ما رانيش رايحة نوفي الحق نتاعك. وهذه هي قصتي، وراني لحقت لكم الآخر كلمات، ونشكرك يا أختي فلان، نتمنى تحطيها في أقرب وقت، وراني حابة نسمعها بصوتك.